الفورية والخميرة البلدي. الخميرة الفورية والخميرة البلدي. الخميرة الفورية اللي هي الحبيبات اللي شكلها بني فاتح ديت بتدوب في الميه او الحليب الدافي، يا اما حليب دافي يا اما ميه دافيه، ودي سريعه الذوبان وسريعه التخمير. اما الخميره البلدي فديت من صنع اليد او الصناعه في بتعملها ست البيت في البيت، بتعباره عن دقيق او دقيق الشعير بيتعمل في الصعيد عشان يتعمل به العيش الشمسي، وبتتعمل من اللبن المخاط زائد الدقيق. ديت اللي هي الخميره البلدي، وطبعا بتتعمل وبناخد منها وبنعجن العجينه بتاعتنا، ولازم تتعمل قبلها بفتره بخمس ست ساعات. اللي فاز معانا من الساده المشاهدين اللي تفضلوا وشاركوا معانا في الاتصال، ويا ريت برضه نشارك النهارده عشان حلقتنا النهارده مهمه جدا، هتكون المفاجاه ان شاء الله. اللي فاز معانا الاخت ام كريم من القاهره، والاخت نجلاء ابراهيم عبد العزيز، والاخت ام عماد من القاهره، وام ادم